الله اللي أعطاه فهم عن السلف وأعطاه حسن نية في التأول لكلامهم، لا الرد عليهم. إذا كان عندك أدب مع هؤلاء الأئمة، مع أولياء الله تبارك وتعالى الذي نشروا هذا الدين، يفتح الله على الله عز وجل عليك من الفتوح في فهمهم ومعرفة كلامهم ومعرفة مناهجهم. أما إذا كان قصدك الرد عليهم والترفع فوق أكتافهم وإساءة الأدب معهم، والله لن تفهمك، بل يعاقبك الله عز وجل بأن لا يفهمك كلام. أليس هذا واقعا الذين شغبوا على الأئمة؟ أليس هذا واقعا فيهم؟ يحرمون، يحرمهم الله عز وجل. وعندنا دليل في كتاب الله، أليس الله بكاف عباده، كما قرأ يعني حمزة والكسائي وخلف ويعقوب، يعقوب كذا شيخ محمد، أليس الله بكاف عباده يعني الصالحين، والكفاية على قدر الولاية. شوف لو هؤلاء الأئمة، والله يعاقب الله عز وجل عالم كبير في زمانه عقوبة تشتهر، مع أنه رجل صالح، بسبب إساءة الأدب مع هؤلاء الأئمة، وقد يعاقب في حياته.